أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. نلتقي اليوم في الفصل الثاني في مادة اللي هو محاسبة التكاليف أو التكاليف الصناعية كما يطلق عليها البعض، لأنها تستخدم بشكل أكبر وشكل أوسع في تحديد تكلفة الوحدات المتجهة لاستخدامها الأساسي في عملية الإنتاج وعملية التصنيع. طبعا الفصل الثاني عندنا اللي هو مداخل تحديد التكاليف، مداخل تحديد التكاليف والفصل الثالث في الكتاب مداخل تحديد التكاليف. طبعا إذا بنتكلم على مداخل تحديد التكاليف، نتكلم إنه في عندي أربع مداخل أو أربع طرق اللي تعتبر معتمدة أو معروفة في علم المحاسبة في محاسبة التكاليف. المدخل الأول اللي بنسميه مدخل التكاليف أو التكلفة الكلية، المدخل الثاني مدخل التكلفة المباشرة، المدخل الثالث مدخل التكلفة المتغيرة، والمدخل الرابع مدخل التكلفة المستغلة. طبعاً اعتماد الشركة على أي من هاي المداخل هيعطي نتائج تختلف عن المدخل الثاني. كل مدخل له ظروفه الخاصة فيه وله سلبياته وله إيجابياته. في مداخل تصلح بشكل كبير للقوائم الخارجية الموجهة لأطراف خارجية، وفي مداخل تستخدم لأغراض اتخاذ القرارات الإدارية وبالتالي تتناسب مع حجم معين من اللي هو الأنشطة الصناعية. قبل ما نتكلم في الأنواع الأربعة ونفصل فيها، طبعاً بدنا نذكر بحاجة مهمة اللي هي حتعتمد عليها الفصل هذا، اللي هو الفصل هذا الأربع مداخل تستخدم في إعداد قائمة الدخل، وكل منهج حيديني نتائج قد تختلف عن الطريقة الأخرى، لكن الأربعة اللي هو يتم استخدامهم في إعداد قائمة الدخل للشركة أو المؤسسة أو اللي هو المشروع. طبعا بشكل عام احنا عارفين شكل قائمة الدخل ومكوناتها الأساسية، اللي هي طبعا قائمة الدخل العنصر الأساسي فيها الإيرادات، بنطرح منه التكاليف. إيرادات ناقص تكاليف حيعطيني إجمالي الدخل، الإيرادات ناقص التكاليف حيعطيني إجمالي الدخل. إجمالي الدخل بطرح منه التكاليف الإدارية والتمويلية هيعطيني صافي الدخل. يبقى احنا المحصلة النهائية اللي هتوصلنا إلها اللي هي قائمة الدخل، بدي أوصل لصافي الدخل أو صافي الربح. كيف حنوصل له؟ حنجيب في الأول أول بند بنجيبه اللي هو الإيرادات، حنجيب الإيرادات نطرح من الإيرادات التكاليف هيديني اللي هو إجمالي الدخل. إجمالي الدخل بنطرح منه التكاليف الإدارية والتمويلية والمصاريف الإدارية والتمويلية هيديني صافي الدخل، صافي الربح أو صافي الدخل. طبعا أول بند حكينا اللي هو الإيرادات. الإيرادات إيش تتكون الإيرادات أو من إيش تتمثل الإيرادات في المنشآت الصناعية؟ عادة الإيرادات المصدر الأساسي والأهم وشبه الوحيد بيكون للمنشآت الصناعية اللي هو بيكون من إيرادات المنتجات تاعتها. يقبل الإيرادات تتكون من منتجات بننتجها وبنبيعها، فبالتالي إيراداتي أو إجمالي الإيرادات تاعتي حيساوي عدد الوحدات اللي أنا أنتجتها وبعتها، حاضربها في سعر بيع الوحدة. يعني فرضا أنا أنتجت اللي هو 1000 وحدة، انتجت وبعت 1000 وحدة، حقول إيراداتي 1000 وحدة، كل واحدة مثلاً بعتها $100، معناته 1000 ضرب 100 بساوي $100,000. هاي بالنسبة للإيرادات اللي هي حسبتها ومكوناتها سهلة جداً، عدد الوحدات المباعة ضرب سعر بيع الوحدة بديني إجمالي الإيرادات. فيش فيها لا مداخل ولا نظريات، هي نفس الحسبة في أي مدخل من المداخل الأربعة. الاختلاف عندي بيكون عادةً في التكاليف. بشكل عام نتكلم إنه التكاليف، إحنا قلنا أول حاجة الإيرادات ناقص التكاليف. إيش المكونات تاعت التكاليف اللي إحنا هنا في قائمة الدخل؟ التكاليف تتكون من نوعين من التكاليف حسب النوع الوظيفي اللي هو حنحسبهن في المرحلة الحالية، اللي هو تكاليف صناعية وتكاليف تسويقية. تكاليف التصنيعية يعني تكاليف الإنتاج،
تكاليف الصناعة زائد تكاليف التسويق. نشوف إيش مكونات تكاليف الصناعة. تكاليف الصناعة اللي هي بين قوسين تكاليف الإنتاج، بتشمل عادة أي صناعة في الدنيا بتقوم على 3 عناصر أساسية، في اللي هي تحديد تكاليف المنتج، اللي هو الصناعة بتحتاج لمواد خام صناعية، لأجور عمال الإنتاج اللي هو بيشتغلوا في المصنع والتصنيع، زائد أي مصروفات أخرى، مصاريف استهلاك الآلات، مصاريف كهرب، مصاريف مي، مصاريف عمال الصيانة، مصاريف اللي هو صيانة الآلات، مصاريف الحراسات، مصاريف النظافة، كل المصاريف الأخرى بنسميها مصاريف أخرى أو مصاريف متنوعة. يبقى أول حاجة في عندي تكاليف صناعية اللي هي تكاليف الإنتاج، حتشمل اللي هي 3 عناصر: مواد خام صناعية، أجور عمال الإنتاج، ومصروفات أخرى. النوع الثاني اللي هو في التكاليف اللي حيجمع للتكاليف الصناعية اللي هو تكاليف تسويقية أو تكاليف التسويق. منش تتكون؟ تتكون من مواد تسويق، هناك كان مواد خام للصناعة، هنا مواد خام لمين؟ للتسويق. أجور مندوبي البيع والتسويق، أجور عمال البيع والتسويق، ومصروفات أخرى. يبقى في تكاليف الإنتاج في مواد وأجور ومصروفات، وفي تكاليف التسويق في مواد وأجور ومصروفات، لكن هذيك مواد بتخص الصناعة، هنا مواد بتخص التسويق، هناك أجور لعمال الصناعة، هنا أجور مندوبي البيع والتوزيع، هناك مصاريف أخرى خاصة بالإنتاج، هنا مصاريف أخرى خاصة بعملية اللي هو التسويق. يبقى طيب نقول هنا الإيرادات فيش مشكلة. طيب نقول التكاليف يعني حتشمل عندي اللي هي التكاليف الصناعية والتكاليف التسويقية، يبقى أنت بنقول الإيرادات ناقص التكاليف، هنقول مثلا نتكلم على التكاليف اللي بتتكون من تكاليف الصناعة وتكاليف التسويق. يقبل الإيرادات أني أطرح منها تكاليف الصناعة وتكاليف التسويق، هتعطيني إجمالي الربح. إجمالي الربح أو إجمالي الدخل بطرح منه وبخصم منه تكاليف الإدارية والتمويلية، بديني صافي اللي هو الربح أو صافي الدخل. طيب الشكل العام لقائمة الدخل يبقى حيكون معانا زي ما احنا حكينا، أول بند فيه الإيرادات، وهي عبارة عن إيش الإيرادات؟ عن عدد الوحدات المباعة ضرب سعر بيع الوحدة. حنطرح من الإيرادات اللي هو التكاليف، والتكاليف قلنا بتتكون من تكاليف صناعية وتكاليف تسويقية. التكاليف الصناعية منش تتكون من مواد وأجور ومصاريف، وتكاليف التسويقية بتتكون من مواد وأجور ومصاريف. هنجمع التكاليف الصناعية مع التكاليف التسويقية بيعطينا إجمالي التكاليف. يبقى أنا حأطرح الإيرادات، هذه الإيرادات نعتبرها رقم 1، حأطرحها من إجمالي التكاليف اللي هي رقم 2. يبقى ممكن نقول عن اللي هو الإيرادات تاني رقم 1، وإجمالي التكاليف اللي هو رقم 2. تاني أطرح يبقى إجمالي الدخل شو حيكون؟ عبارة عن 1 ناقص 2، 1 ناقص 2 بديني اللي هو إيش؟ مجمل الدخل. مجمل الدخل حنطرح منه اللي هو المصاريف الإدارية والبيعية، حيعطيني اللي هو إيش؟ صافي الدخل. صافي الدخل بسيطة جدا الموضوع، أخذناها قبل هيك لكن للتذكير. الآن ندخل في المداخل اللي كلها حتعتمد على الشكل العام لقائمة الدخل اللي وضحناه سابقا، اللي هو بتمثل في حاجات بسيطة: إيرادات ناقص تكاليف بتديني مجمل دخل، مجمل الدخل ناقص التكاليف الإدارية ومصاريف إدارية وتمويلية بتديني اللي هو صافي الدخل. نجي على المدخل الأول في مداخل التكاليف اللي هو مدخل التكاليف الكلية.
اسمه كلية، يعني حنشمل فيه جميع التكاليف الصناعية والتسويقية الكلية. يبقى مش هقسم التكاليف اللي هنا، هاخد تكاليف صناعية كلية، تكاليف تسويقية كلية، مصاريف إدارية وتمويلية كلية. يبقى كلية يعني كل مصاريف تكاليف الصناعة، كل تكاليف التسويق، كل تكاليف الإدارة والتمويل. يبقى هاخذها برقم إجمالي زي ما هي، مش هعمل فيها أي عمليات تفصيل أو اللي هو إيش النقص لأي جزئية. يبقى مدخل التكاليف الكلية يعد هذا المدخل الأكثر استخدام في الحياة العملية من قبل المنشآت الصناعية. هو الأكثر استخدام وهو اللي بتستخدمه الشركات في إعداد حساباتها الختامية اللي هي فيها قائمة الدخل، لأنها بتعتمد عليه في إعداد قائمة الدخل عشان نعمل قائمة الدخل اللي بدنا نقدمها للجهات الخارجية. لأن الجهات الخارجية بهمهم مش تفاصيل دقيقة بتتعلق بأعمال داخلية، بهمهم إجمالي كل ياخذوا اللي هو النتيجة النهائية، فبالتالي بنشتغل لهم اللي هو الحسابات الختامية وفق مدخل التكاليف الكلية. لكن المشكلة اللي بتعاب على هذا المدخل اللي هو غير صالح أو غير قادر على تحقيق اللي هو المعلومات اللي بتساعد الإدارة في التخطيط والرقابة والمتابعة، واللي هو معرفة أمور كثيرة بتتم الجوانب التفصيلية الدقيقة في الشركة. يبقى مش مدخل مناسب لتقييم الأداء، مش مدخل مناسب لحسن التخطيط، مش مدخل مناسب للرقابة. يبقى هو للأغراض الداخلية غير مناسب بدرجة كافية. في المداخل الثانية حتكون أكثر كفاءة منه في الجوانب الداخلية، لكن للاستخدام الخارجي يعتبر هو المدخل المعتمد. للاستخدام الخارجي يعتبر هو المدخل المعتمد. من المزايا تاعتها قلنا أنها سهلة وواضحة وبسيطة ومش محتاجة تعقيد، لكن العيوب زي ما احنا شايفين عنها هنا في الكتاب، بس كل مجموعة عيوب ما بصلحش لتسعير المنتج، ما بصلحش ده اللي هو اتخاذ القرارات الإدارية، ما فيش اللي هو الدقة فيه، يعني ما بيساعدش في الرقابة، ما بيساعدش في التخطيط، ما بيساعدش في تقييم الأداء. طبعا حنلاقي هنا عندي اللي هو حط لشكل قائمة الدخل حسب هذا المدخل، حسب مدخل أي قائمة الدخل، النموذج لقائمة الدخل حسب المدخل التكلفة الكلية. إيش قدامي هنا؟ البيان جزئي كلي، جزئي هنا بنقصد اللي هو جزئي، يعني هنا المجاميع بنجمعها من بعض بتصير كلي. يعني زي ما احنا شايفين بيبدأ بإجمالي المبيعات اللي هو الإيرادات اللي حكينا عليه قبل شوية، بنخصم منه مردودات إذا في مردودات أو في مسموحات مبيعات طبعا تخصم، لأنه لو أنا بعت ب100 ألف ورجعت لي بضاعة ب10 آلاف معناته قيمة مبيعاتي الفعلية الصافية مش حتكون 100، لأنه 100 كان رقم لكن تم عليه عمليات إرجاع، فبالتالي تطرح عمليات الإرجاع من قيمة المبيعات عشان نعطينا الصافي. يبقى أول بند الأساسي في قائمة الدخل اللي هو صافي الإيرادات أو صافي المبيعات. حنطرح منه الآن هذا الإيراد، حنطرح منه تكلفة المبيعات، وتكلفة المبيعات زي ما حكينا بتتكون من جزئين أساسيين، تكاليف الصناعية وتكاليف التسويقية. والتكاليف الصناعية للمبيعات بتتكون من إيش؟ مواد صناعية وأجور عمال الصناعة ومصاريف خاصة بالصناعة. الثلاث بنود هذه بنجمعها مع بعض اسمهم مجموع التكاليف الصناعية، مجموعة التكاليف الصناعية. في حاجة احنا بنلزم نضيفها على مجموعة التكاليف الصناعية وتكاليف الصناعة، لو أنا كان عندي وحدات أول المدة، وحدات أول المدة ووحدات آخر المدة، دائما أول المدة يجمع مع التكاليف الصناعية وآخر المدة يطرح من التكاليف الصناعية. زي ما احنا شايفين هنا إشارة زائد، ليش؟ لأن احنا بنتكلم عن واحد واحد، يعني أول مدة. أي تكاليف بتخص أول المدة اللي هي أول المدة بتكون جياني من آخر السنة أو آخر المدة الماضية، يعني
اللي هي رصيد 31/12/2018 حيكون أول المدة، ورصيد 1/1/2019. يبقى الوحدات سواء وحدات تامة أو غير تامة أو تحت التشغيل أو مواد خام، أول المدة بتم إلها عملية جمع، بتم إلها عملية جمع، بتم إلها عملية جمع. طيب أول مدة قلنا يجمع، إذا في عندي وحدات تامة أو غير تامة آخر المدة بتكون إلها عملية طرح. أول المدة يجمع وآخر المدة يجمع، تنجمع أول المدة ونطرح منه آخر المدة، هيعطيني التكاليف الصناعية خلال الفترة، هيعطيني التكاليف الصناعية خلال الفترة. زي ما احنا شايفين أول المدة جمعها، آخر المدة نقصها، هاي حيجمع الوحدات التامة الصنع أول المدة ويطرح وحدات تامة الصنع آخر المدة عشان يديني التكلفة الصناعية للوحدات المباعة، التكلفة الصناعية للمبيعات أو التكلفة الصناعية للوحدات المباعة. يبقى حيديني إياهن الآن، حيجمع ويطرح حسب الإشارة اللي موجودة عندنا، المواد تجمع، المواد تجمع مع الأجور، تجمع مع المصاريف الأخرى، المجموع هذا حنضيف عليه أي أرصدة لمواد بتخص أول المدة، ونطرح أي أرصدة لمواد بتخص آخر المدة. وأول المدة وآخر المدة ممكن تكون في أحد ثلاث أشكال، أو الثلاث أشكال ممكن تكون مجتمعة، لأنه ممكن تكون عندي الأول رصيد أول مدة ممكن يكون مواد خام، فبالتالي بنقول اللي هي مواد خام أول المدة، ممكن تكون عندي مواد تحت التشغيل أول المدة. مواد خام يعني شرناها وظلت زي ما هي مادة خام، ما استخدمناهاش، ما عملناش عليها أي عمليات تشغيل. مواد تحت التشغيل يعني احنا بدينا نشتغل فيها لكن لم تصل لمرحلة الانتهاء من العمل، يعني ممكن نكون شغلنا فيها ما نسبته 30%، 40%، 20%، 10%، 90%، لكن لا تزال لم تصل لمرحلة تمام التصنيع والإنتاج. وممكن تكون عندي بضاعة تامة، يعني احنا صنعناها وجهزناها وأصبحت بضاعة تامة الصنع جاهزة للبيع، بس لحتى الآن ما انبعتش، فهي بتكون لسه موجودة في المخزن تحت مسمى اللي هي بضاعة تامة الصنع. يعني رصيد أول مدة ممكن يكون مواد خام لسه ما فيش عليها أي شغل خالص، أو مواد تحت التصنيع شغلنا فيها جزء ولسه ما اكتملش صناعتها، أو ممكن تكون بضاعة تامة الصنع يعني اللي هو انتهى التصنيع منها وبتنتظر عملية البيع. هنجمع مع التكاليف الصناعية للوحدات المباعة اللي احنا عملناها، هنجمع عليها التكاليف التسويقية، والتكاليف التسويقية زي ما قلنا ممكن يديني اياها كرقم، ممكن انا بدي اجمعها، يعني يديني قديش اجمالي المواد، قديش اجمالي الاجور، قديش اجمالي المصاريف، وانا اجمعها. هاجمع التكاليف الصناعية واجمع عليها التكاليف التسويقية، هيعطيني شغلة بنسميها مجموع تكاليف المبيعات. مجموع تكاليف المبيعات، مجموع تكاليف المبيعات تبي قلنا رقم اثنين، رقم واحد كان الإيرادات، هنطرح رقم واحد اللي هو الإيرادات، نطرح منه رقم اثنين مجموع التكاليف، هيعطيني مجمل الربح. مجمل الربح بطرح منه الأعباء أو التكاليف الإدارية والتكاليف التسويقية، هيعطيني اللي هو صافي الربح أو صافي الخسارة. موضوع بسيط ما فيش فيه أي إشكالية، هاي عندنا مثال هنا بوضح لي الصورة. المثال بيقول لي هي عندي بيانات تكاليف مستخرجة من دفاتر منشأة الإخلاص. التكاليف الصناعية اداني ايش فيها التكاليف الصناعية؟ في مواد 60,000، أجور 40,000، مصاريف أخرى اللي هي يبدو مش واضحة، هي موجودة في الكتاب صفحة 60. في عندي اللي هو التكاليف التسويقية، خلينا بس نشوف اللي هو التكاليف من الكتاب عشان الصورة.
الأولى اللي هو كان عندي تكاليف صناعية 60,000، اللي هو المواد 40,000، أجور 12,000، المصاريف. في التكاليف التسويقية في مواد 12,000، أجور 8,000، مصروفات 3,000 دينار، مصروفات 3,000 دينار. التكاليف الإدارية زي ما احنا شايفين هنا، اللي هو في عندي 5,000 دينار، والتكاليف التمويلية 4,000 دينار. بيقول لي عدد الوحدات أول المدة 2000 وحدة، تكلفة إنتاج الوحدة في العام 2009، العام اللي فات، كانت كم؟ 30. عدد الوحدات المنتجة خلال العام 4,000 وحدة، وعدد الوحدات المباعة، وعدد الوحدات المباعة اللي مشهور الرقم عندي 5,000 دينار. سعر الوحدة 50 دينار، سعر بيع الوحدة 50 دينار. إيش المطلوب عندي هنا في المثال؟ المطلوب إعداد قائمة الدخل حسب مدخل التكاليف الكلية، إعداد قائمة الدخل حسب مدخل التكاليف الكلية. زي ما احنا شايفين هنا، لما نجي نعمل قائمة الدخل حسب مدخل التكاليف الكلية، اداني أول حاجة قال لي إجمالي المبيعات. في عندي المبيعات قال لي 5,000 وحدة، احنا ما لناش في اللي انتجناه، لنا في اللي بعناه. بعنا 5,000 وحدة، وكل وحدة بعناها بسعر 50 دينار، من آخر فقرة كانت في المثال. معناته 50 ضرب 5 250,000 دينار، هاي اللي هو الإيرادات تاعتي. إجمالي الإيرادات وإجمالي المبيعات 50,000، 5,000 في 5 250,000 دينار. الآن حنطرح التكاليف الصناعية للمبيعات. أول حاجة عندي مواد، أجور، مصاريف. مواد 60,000، أجور 40، مصاريف 12، مجموعهن 112,000. حنزيد عليهم تكاليف صناعية للوحدات التامة الصنع أول المدة، اللي هو 60,000 وحدات صناعية، تكاليف صناعية للوحدات التامة الصنع أول المدة. من وين هذه جبناها؟ قال لي عدد الوحدات أول المدة 2000 وحدة، ورقم 4 كان مديني عدد الوحدات أول مدة 2000 وحدة، وكل وحدة كانت بتكلفني 30 دينار. يبقى 2000 ضرب 30 بيطلع عندي 60,000، ولأنها أول مدة حنجمعهن. طلع عندي اللي هو الآن المجموع تاع المواد والأجور والمصاريف طلع 112,000، حنجمع عليهن 60,000، حيطلع 172,000. هذا بنسميه تكلفة صناعية للوحدات المتاحة للبيع. هي تكلفة الوحدات المتاحة للبيع، بس مش كلها انباعت، لأنه أنا في عندي تكلفة صناعية للوحدات آخر المدة. حنطرح التكلفة الصناعية للوحدات التامة الصنع تاعت 31/12 لآخر المدة، اللي طلعت عندي 280,000 دينار. كيف جبناها؟ أنا بديني في السؤال اللي هو بيقول لي رقم 5، عدد الوحدات المنتجة خلال العام 4,000 وحدة، وعدد الوحدات المباعة 5,000 وحدة. وأول السنة في رقم 4 كان قايل لي عدد الوحدات أول مدة تامة 2000 وحدة. أنا كان عندي السنة من السنة اللي فاتت اللي انتقلوا عندي برصيد 1/1 2000 وحدة، وخلال السنة أنتجت 4,000 وحدة، يعني صار عندي العدد الموجود 6,000 وحدة. بعت، بيقول لي في رقم 5، بعت منهن 5,000 وحدة. يبقى أنا فعليا ما بعتش كل البضاعة اللي عندي، ضايل عندي بضاعة في المخزن 1,000 وحدة. 1,000 وحدة، 1,000 وحدة هذه كإجمالي كمية، بدنا نجيب القيمة تاعتها، حنضربها في تكلفة الوحدة. تكلفة الوحدة كيف بجيبها؟ هاي التكاليف تاعت السنة. التكاليف تاعت السنة 60,000، و40,000، 100,000، و12، 112,000. 112,000 دينار هاي التكاليف الصناعية خلال السنة استهلكناها في إنتاج 4,000 وحدة اللي أنتجناهن في العام الحالي اللي احنا فيه. فبنقسم 112,000 تقسيم 4,000 وحدة، حتطلع عندي تكلفة الوحدة اللي هي 28 دينار. 28 دينار حنضربهن في 1,000 وحدة اللي عندي، حيطلع عندي ب28,000 دينار، وهذه اشارتها بالناقص لأنها رصيد آخر المدة.
الآن حقول أي عندي المجموع 172,000 ناقص 28,000، هتطلع التكلفة الصناعية للوحدات المباعة أو للمبيعات 144,000. هنضيف عليهم الآن التكاليف التسويقية اللي تتكون من مواد وأجور ومصاريف. مواد 12,000، أجور 8,000، مصاريف 3,000، مجموعهن التكاليف التسويقية 23,000. الآن في عندي 144,000 تكاليف صناعية، وفي عندي 23,000 تكاليف تسويقية، بنجمعهن مع بعض حيديني مجموع تكاليف المبيعات اللي طلع 167,000. هاي التكاليف، والإيرادات فوق 250,000. هنطرح من 250,000، هنقول 250,000 الإيرادات ناقص 167,000 التكاليف، هيظل عندي 83,000 مجمل الربح. هنطرح منه التكاليف الإدارية 5,000، ونطرح تكاليف تمويلية 4,000، يعني مجموع الخمس والأربعة 9، هنطرح من 83,000 9,000، هتطلع عندي 74,000 صافي الربح. 74,000 صافي الربح. هيك خلصنا المثال رقم 1 اللي معانا في الكتاب. ناخذ كمان مثال 2 ونشوف كيف الأمور. مثال 2 طبعا هنا اداني تكاليف صناعية، اداني مواد وأجور ومصروفات، نفس العملية اللي تاو في كل سؤال حيديني اللي هو التكاليف. الصناعة قال لي 21,000 مواد، أجور 27,000، والمصاريف اللي هو الأخرى اللي هو 6,000 دينار. رقم 2 تكاليف تسويقية، اداني 15,000 دينار، أجور 3,000 دينار، مصاريف 1,500 دينار. مصاريف 1,500 دينار. في عندي تكاليف إدارية 5,000، تكاليف تمويلية 2000، قال لي تكلفة الوحدة غير التامة أول مدة 6,000 دينار، وتكلفة الوحدة غير التامة آخر المدة 9,000 دينار، وتكلفة الوحدات التامة أول المدة 8,000 دينار، وتكلفة الوحدة التامة آخر المدة، الوحدات التامة آخر المدة 6,000 دينار. أول المدة يجمع، آخر المدة يطرح. أول المدة يجمع، آخر المدة دائما إشارته بالطرح. بلغ عدد الوحدات المباعة خلال السنة 8,000 وحدة، سعر البيع 30 دينار. هذا عشان نجيب أول معطى أو أول شغلة في قائمة الدخل اللي هو الإيرادات اللي هي المبيعات. 8,000 وحدة ضرب 30 حتطلع عندي 240,000 دينار. بلغت قيمة مردودات المبيعات، يبقى هذه حتنطرح من المبيعات 2000 دينار، يبقى الإيرادات حتكون 8,000 ضرب 30 240، حنطرح منهم أو 240 حنطرح منهم 2000، بظل اللي هو 238. بلغت قيمة أرباح الأسهم، هي أرباح إضافية غير اللي فوق، 5,000 دينار حصل منها اللي هو 3,000 دينار. المطلوب إعداد قائمة الدخل حسب مدخل التكاليف الكلية. هيها عندي هنا اللي هي مدخل قائمة الدخل حسب مدخل التكاليف الكلية. أي إجمالي أول حاجة بدي أجيب الإيرادات، إجمالي مبيعات 8,000 ضرب 30 240,000، حنطرح منهن المردودات إلى 2000 حيظل 238,000. طب أرباح الأسهم، لا هذه مش صناعية مش تشغيلية، هذه بتجي في الآخر بنضيفها. 238,000 حنطرح منهن الآن التكاليف المبيعات اللي بتتكون من القسمين الأساسيات، تكاليف الصناعة وتكاليف التسويق. نجي لتكاليف الصناعية ونحسبها. إيش في عندي في التكاليف الصناعية؟ في عندي مواد وأجور ومصاريف. 21,000 مواد، 27,000 أجور، 6,000 مصاريف، مجموعهن 54,000. حنضيف عليهم تكاليف الوحدات التام غير تامة أول مدة 6,000، ونطرح تكاليف الوحدات غير تامة الصنع آخر المدة اللي هو 9,000. هتيجي عندي تكاليف الصناعية خلال الفترة 54 زائد 6 ناقص 9 51,000. حنضيف عليهم كمان مرة اللي هو تكاليف الوحدات التامة أول مدة 8,000، ونطرح تكاليف الوحدة، هتطلع عندي تكلفة الوحدات المتاحة للبيع 59,000. هنطرح منهن الوحدات التامة الصنع آخر المدة 6,000،
حتظل التكلفة الصناعية للمبيعات 53,000. هاي التكلفة الصناعية للمبيعات، حنضيف عليها الآن التكاليف التسويقية اللي هي مواد وأجور ومصاريف. مواد 15، أجور 3، مصاريف 15، معناته المجموع حيكون تسويقية 6,000 دينار. يبقى في عندي 53,000 دينار تكاليف صناعية، وفي 56,000 تسويقية بنجمعها مع بعض بدون 59,000. هذه مجموعة التكاليف، ما تكاليف المبيعات اللي تتكون من التكاليف التسويقية والصناعية 59,000. حنطرح من المبيعات من 238,000، نطرح 59,000، حيطلع عندي مجمل الربح 179,000. حنطرح منهن اللي هو التكاليف الإدارية 5,000 والتكاليف التمويلية 2,000، يعني مجموعة مع بعض 7,000. حيظل عندي صافي الربح التشغيلي 172,000. حنضيف عليه أرباح الأسهم اللي اداني إياها اللي هي 5,000، حيطلع صافي الدخل 177,000. وهيك بنكون أخذنا مثالين شرحنا فيهن مدخل نظرية التكاليف الكلية. ننتهي لنهاية هذا اللقاء، نستودعكم الله، وإن شاء الله بتكون الفكرة وصلت بشكل كويس.